دايره واحده لازم تكون متواصله ببعضها بشكل كبير. في قرارات كده المدير الفني بيتحملها خلال الموسم يا اما تكون ايجابيه جدا يا سلبيه جدا. عايز ارجع مع حضرتك كابتن لقرار انه بيشارك كهربا كراس حربه للنادي الاهلي بعد غياب يمكن اكتر من 4 أو 5 شهور بعيد تماما عن الملاعب، وقيس فجاه كهربا بيبدا كراس حربه وبيعمل نتائج اكتر من رائعه بمستوى اكتر من رائع. دي شجاعه مدير فني فيها ريسك، لكن هو كسب الرهان في الجزئيه ديت انه كمان وظف كهربا لدرجه ان الناس خلاص نسيت ان كهربا اصلا بيلعب وينج اذا كان شمال او يمين، وبدا يشتغل مع كهربا بشكل اكتر من رائع وكانت النتيجه جميله جدا. حضرتك طبعا كمدير فني كبير شايف النقطه التحول ديت كانت ازاي في النادي الاهلي وهجوم النادي الاهلي. بدايه طبعا الراجل طبعا الى جانب ان هو راجل بيشتغل بالعلم وبيشتغل بكل الامور اللي فيها نوع من التحضير، الست شهور دول ما كانش كهربا قاعد في البيت، كان بيعد نفسي وبدني، والا ما كانش من اول مباراه بينزل بدنيا بيلعب 70-80 دقيقة، وكان بيغيره في اخر 10 دقائق، وبعدين ساعات كان بيديله ماتشات كامله. فكان في اعداد بدني ونفسي، وبعدين في نوع من انواع كان بيديله دافع انك انت في اول مباراه وكل المباريات اللي جايه لازم تثبت للجماهير الكره المصريه واولهم جمهور النادي الاهلي ان انت راجل على كفاءه، وانك انت بعد 6 شهور دي ما حصلتش في الدنيا ابدا ان في لاعب يبقى من 6 شهور ينزل يبقى هداف ويبقى ده ريسك هو خده فعلا، ريسك انك تجي يعني 257 يوم بالظبط، ودي صفه 257 يوم طبعا، ودي صفه من صفات المدرب لازم يبقى عنده. انا ما بسمهاش يعني نوع من انواع المجازفه، لا مش مجازفه، ده هو راجل دارس الحاجه دي وعارفها كويس قوي، وبعدين عارف ان نسبه الفشل فيها هتبقى 10%، ال 10% دي هو بيتحملها لانه انا اللي باخد القرار، لكن هو ما فيش شك ان هو عمل الاسباب وبعدين عمل الجهد اللي هو مفروض. طبعا الجهاز اللي معاه الحقيقه على اعلى مستوى من اول سيد كل الجهاز طبعا، وكل المنظومه اللي شغاله معاه حتى الجهاز الطبي. فطبعا خلى كهربا من اول مباراه الى الجانب النفسي، ان انا بقول لكهربا الجماهير منتظره منك، الجماهير بقى مش اهلي بس، ده اهلي وكل الانديه المنافسه، خلي بالك مصر كلها كانت مستنيه ان كهربا بعد الفتره الطويله ديت وبيلعب وبيبدا وبيبقى هو راس حربة النادي الاهلي. خلي بالك ما كانتش سهله اولا على كل، لان ممكن جدا لا قدر الله لو كهربا ما كانش موفق كان هتبقى مشكله، ولكن يعني كهربا كمان بشغله وبالتزامه ده مهم جدا، انه مش سهل ان حد يقعد زي ما بيقول الكابتن عمرو كده 257 يوم بعيد عن المباريات ويظهر بالمستوى اللي ظهر بيه، تقريبا كل مباراه بيحرز او بيعمل اسيست بشكل اكتر من رائع. في حاجه تانية مهمه، وبتبقى دايما المدير الفني بيبقى عنده نظره غير الناس كلها اكيد، فلما لقى انا كهربا بيلعب برجله اتنين وبيلعب بدماغه وبعدين بيحضن كويس الكور العاليه بيبقى محطه، وبعدين بيعمل اختراقات من الاطراف، وبعدين بيستغل ان هو عينه كويسه على الجول، الى جانب ان هو بيسدد برجله اتنين، الى جانب عمليه التحرك بتاعته ما بين السرد باكين وعمليه الخلل اللي هو بيعملها، عمليه في اهداف كانت بتيجي كان كهربا هو اللي بيعملها من غير ما يلمسها، بيتحرك عشان يفضل الشريف او بيتحرك عشان يوسع لديانج. التحركات دي ما بتحصلش الا اذا كان المدير الفني مدي تعليمات للراجل ده وعارف ان هو لما هيلعب راس حربه هيبقى مؤثر، والدليل هداف دوري وهداف افريقيا وبيجيب اهداف مؤثره جدا في بطوله افريقيا وفي كاس العالم وفي كل الماتشات اللي هو لعبها، ماتش الزمالك شفنا قد ايه اداؤه وكل الماتشات القويه الحقيقه كان بيأدي الاداء الرائع جدا. الجانب ان هو العنصر البدني بتاعه الطول بالنسبه له هو ما عندوش اطوال في راس الحرب، يعني شريف يعني هو طبعا كهربا اطول منه والكرات العاليه دايما بيحجز وبياخدها كويس، الى جانب طبعا انه الميزه اللي في كهربا عنده الروح القتاليه عاليه قوي، وبعدين تلاقيه بالواجب الدفاعي بيأديه. والميزه اللي في الراجل ده اللي الناس مش واخده بالها منها، حتى الصفقات الجديده اللي هو بيجيبها بيراهن ان الصفقه اللي انا هجيبها لازم تكون بتأدي دور هجومي ودفاعي بنفس المستوى طبعا، بنفس المستوى 8 من 10 8 من 10، مش هجيب انا واحد بيلعب مهاجم وبعدين ما بيدافعش، يبقى انا هناك خلل. لما انا العب انا كنادي اهلي لما بلعب اي فريق لابد من عمليه الضغط من البدايه، والضغط ده مش هيحصل اذا كانت الفرقه كلها بتادي
في نفس الوقت. مظبوط. عمرو لو سالتك اهم اسباب النجاح او نجاح فريق النادي الاهلي في موسم الدوري العام السنه دي كانت ايه؟ هل مارسيل كولر؟ هل في لعيب مميز؟ هل طريقه اللعب؟ هل الشكل الهجومي والدفاعي المتزن؟ يعني انت شايف ايه افضل حاجه كانت موجوده في فريق النادي الاهلي السنه دي؟ اقوى صفقه الاهلي اشتراها كولر. كولر هو الصفقه الاول، هو الصفقه رقم واحد. ان انا اطور اللعيبه دي هي اللي كانت موجوده، يبقى نجاح مني انا. يمكن الكابتن عادل قال لحضرتك في ربط ما بين ايه، الفرق ما بين كهربا وبين شريف. كهربا في الصندوق التحرك بتاعه اول هدف ليه ثبت للراجل ان الراجل ده مركز. مباراه سموحه التحرك الاوفرلاب اللي اتعمل جوه الصندوق عملها تشيب كده، ادي اول هدف. مباراه الزمالك التحرك بعد الكره ما اتعملت ثرو باص لحمدي فتحي وتراجع خطوه عشان اتعامل مع الكره بايجابيه في وجود محمد عواد. حاجات كتيره يا كابتن. اشهر هدف لكهربا اللونج باص اللي عمله عبد القادر في مباراه السودان. مفيش حد يطلع ياخد الكره من العلو ده ويعملها ببطن رجله في المكان ده وانت محتاجه في المباراه دي، مباراه الهلال دي. صحيح. ان انا اجيب الجول الاولاني ده في وجود الكم من الجماهير. كولر عرف كواليس او امكانيات لعيبه النادي الاهلي وتعامل معاها، طور منها على قد ما قدر، واللي ما كانش ليه دور استبعده، بل بالعكس اداله فرص مره واثنين وثلاثه واربعه. واما جه بيسال قال لك انا عندي ترتيب في اللعيبه، عندي رقم واحد عبد المنعم، رقم اثنين رامي، رقم ثلاثه ياسر، رقم اربعه متولي. قعد يعد بالترتيب الاداء. واما شفناه من جرأته اول مباراه يلعب فيها سيرد باك، عمره ما لعب سيرد باك، ادى لخالد عبد الفتاح في مباراه الزمالك. يعني الراجل واثق في الامكانيات دي. العامل النفسي او الانطباع اللي هو بيديه للعيبه، اللعيبه ما فيش حد بيقدر يزعله. طيب انا هاخد رايكم في نقطه مهمه جدا جدا، هي المعادله الصعبه انك بتأدي بشكل كويس وبتعمل نتائج كمان على شكل مميز جدا. النادي الاهلي فترات سلسله من الاهداف 3-0 وبعديها بالاربعه، وطبعا دي بتبقى معادله صعبه للمدير الفني، انك بتلعب كويس جدا وبتأدي بشكل اكتر من رائع وكمان بتكسب بشكل كويس. لكن هاخد اجاباتكم بعد ما نستقبل دلوقتي كمان لغه الاحصائيات والارقام من خلال طبعا نجمنا محمد البازل اللي محضر لنا الحقيقه احصائيه ممتازه ان شاء الله تستمتعوا بيها عن الدوري المصري في الموسم المنقضي، احصائيات لكل الفرق، ونشوف نادينا العظيم النادي الاهلي كان حتى بلغه الارقام كيف كان تفوقه وتميزه في هذا الموسم. نستقبل مع حضراتكم نجمنا محمد البازل.